مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة هكون مع حضراتكم لمدة ساعة تغطية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش. خلاص دي الجولة الأخيرة في الدوري المصري، يمكن رحلة طويلة جدا ورحلة صعبة، موسم ما كانش سهل أبدا، مش بس في الدوري المصري ولكن كمان على العالم كله. فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا والدوريات كتير اتأجلت، وطبعا كانت ظروف صعبة وكانت رحلة طويلة. يمكن الدوري بدأ في سبتمبر 2019 وبينتهي في أكتوبر 2020، ولكن بالرغم من الرحلة الطويلة دي الصعبة دي، الموسم الاستثنائي ده إلا أنه النادي الأهلي أثبت أنه هو أقوى فريق في الدوري المصري الموسم ده، وبرغم من كل الظروف، برغم من كل الغيابات، برغم من كل الإصابات وفيروس كورونا وفترة توقف وإصابات كتير قوي كانت في صفوف النادي الأهلي، إلا أنه قدر يحافظ على مكانته، قدر يحافظ على درع الدوري. زي ما احنا عارفين الأهلي بيحب الدوري، والدوري المصري بيحب النادي الأهلي الأكثر تتويجا، البطل، النسر اللي بيحلق لوحده في سماء الكرة المصرية والإفريقية كمان. الحقيقة أنه برغم الظروف دي كلها النادي الأهلي كان قادر يكون ثابت على مكانته ويحافظ على مكانته، وكان موسم صعب ويستحق عليه التتويج بلقب الدوري المصري اللي هنشوفه النهاردة إن شاء الله في احتفالية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش. هتكون احتفالية وتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، خطوة مهمة وحقنا إن احنا نفرح بها جدا، وحقنا نكون مبسوطين وفخورين إن احنا بننتمي للكيان ده اللي دايما معودنا على البطولات والإنجازات، ولكنها برضو خطوة أولى لأن الموسم لسه ما خلصش. احنا لسه عندنا مباراة مهمة جدا، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إن كان الخصم هو الزمالك أو الرجاء، لكنها مباراة مهمة، هي الهدف الأسمى لينا دلوقتي، هي الهدف اللي بيتمناه كل أهلاوي دلوقتي الحقيقة، إن احنا نفوز باللقب التاسع بدوري أبطال أفريقيا وكمان الكاس، لانه زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي بيبقى بينافس على كل البطولات. النادي الاهلي كل موسم عايز يفوز بكل البطولات، والحقيقه انه بالرغم الموسم الصعب ده الا ان احنا قدرنا نحقق ارقام قياسيه كمان. يعني احنا بنتكلم على ان النادي الاهلي اقوى خط هجوم ب 71 هدف، اقوى خط دفاع، يعني بالرغم ان احنا شهدنا غيابات كتير على مستوى خط الدفاع وكنا بنعاني من الموضوع ده، ولكن احنا بنتكلم على ان محمد الشناوي دخل مرمى 8 اهداف خلال الموسم كله في الدوري المصري، بنتكلم على اكثر تصويب على المرمى ب 205 تصويب، وطبعا اكثر تمريرات بينيه صحيحه 167. موسم قوي للنادي الاهلي، موسم استثنائي. مش معنى ان احنا بنقول انه النادي الاهلي قدم موسم كويس قوي ان احنا ناسيين انه الهدف الاهم هو افريقيا، لا طبعا التركيز كله. يعني احنا النهارده عندنا مباراه الاهلي وطلائع الجيش، ممكن نقول مباراه تحصيل حاصل، لكن لا، حتى من ساعه ما حسمنا الدوري من قبل انتهاء الدوري بسبع اسابيع، الا انه في تركيز في كل المباريات، كأننا محتاجين الثلاث نقط في كل مباراة، ودي شخصية النادي الأهلي. ويمكن حتى لما بيبقى فيه فترات صعبة، لكن دايما بنشوف شخصية النادي الأهلي اللي دايما محافظ على شخصية البطل. والحقيقة أنه احنا نشوف في مباراة زي النهاردة، يعني هنشوف تكريم كويس قوي للعيبة، هنشوف ممر شرفي من نادي طلائع الجيش، وبالرغم انه كان المفروض المباراة دي تتلعب في ملعب طلائع الجيش، ولكن هتكون في مباراة الاهلي بسبب طبعا الاحتفالية، بسبب تسليم درع الدوري، وده حاجة محترمة جدا وموقف محترم من طبعا فريق طلائع الجيش اللي بينتمي طبعا لمؤسسة عسكرية كبيرة، هي بتتميز بالاحترام طبعا وبالثبات وكل المواقف المحترمة دي، احنا أكيد مش جديدة عليها. كلام كتير قوي عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وهيكون كمان معانا مراسلنا من الملعب في السادسة ولكن بعد الفاصل.